كنا حنا انا كنت جايه ضيفه عند الناس في الكاتريام صاحبتي وجايين عند اختها. احنا يلا تغدينا باركين في الصالون حاطين هذا الصينيه تنسمعوا الدقه في الباب. ملي مشات السيده تحل مولات الدار تتبان لينا داخله المراه دراعها محلول كله دمايات والبنتها كتبكي تغوت ودوك الدمايات كلها مالكي. قالت ليها راه خو راجلي تيقزر فينا راه مو مضروبه طايحه وراه بنتي عيطوا عيطوا راجلي صافي الغوت وداكشي. انا خو السيده اللي انا ضيفه عندها بغى يطلع ما خليناش حبسناه حيت السيد شاد قرعه تيقزر في عباد الله خافت على خوها ما خليناش. انا عيطت للبوليس نقول لهم السيد راه كيقزر في عباد الله عتقونا راه يمكن يدخل علينا حنا ويدير صافي. تتبان لي البنت خو مسكينه طاحت غيبات والسيده دراعها كله محلول. هذه السيده اللي انا ضيفه عندها عيطت غير راجلها قالت له راه خوك راه ضارب موك وراه مرت خوك راه مرتك عندنا راه كلها دمايات وبنات بنتك راه محبوسه ما عرفناش ما قدرناش نعتقوها صافي. انا ما بان لي غير البوليس انا اللي عيطت للبوليس صافي. هذيك جات جا راجلها مسكين رمى الطوموبيل في وسط راه شافوا الناس جا طالع ما عاقلش. السيده مرت خو داوها غير الجيران عتقوها في الطوموبيل داوها لان دراعها كله محلول والدمايات ما بغاتش يحبس من الدمايات. من بعد عاد جات لابيلانس دات امو مسكينه دازت مدوزينه عرفتي العنق كله ما كيبانش لك مضروبه العنق لا تمشات فاش داوها مخرجينها بقى فيها الروح تا ملي وصلت السبيطار عاد ماتت عاد توفات. لا ملي سمعت انا القصه لقيت فايت دايرها بزاف شحال من مره وديري لي التنازل وسمحوا لي فايت ضارب خو بموس وعاود داروا لي التنازل يعني ماشي هذه اول مره فايت داير هذا الشيء اللي سمعت. انا ما نقدرش نكذب هذا الموضوع ما نقدرش ما سمعتش صراحه. انا سمعت كاينه مشاكل مع عائلته مع امه وداك الشيء ولكن قضيه مخدرات ما سمعتش صراحه. وغتقدر حيت الانسان بيتصرف هكا راه ماشي نورمال يعني راه باينه قضيه فيها مخدرات واحد باش يتجرأ على امه. مازال نقولوا مرت خوه ولا خوه ولا هذا عادي ولكن باش تكون الام يعني صرا بها هذاك الشيء يعني الانسان هذا ماشي في وعيه يعني هذه 100% غتكون مخدرات. اش غنقول لك حنا ساكنين هنا قدامه راجل دختي خرج شاف السيد هربان ضارب خاه دا خاه مسكين يتعالج في الطبيب اللي دا خاه يتعالج الطبيب جا جبر السيد ضرب مو بوبري بالعصب اللي فيه الولد ما كيكونش في الوعي ديالو فهمتي. كنعرفوا شخصيه الله يعمرها سلعه زعما حنايا ما عمرنا شفنا منه شي حاجه ديال هادي دائما كيجلس ترانكيلو وما كيهضر مع حتى شي واحد داخل سوق راسو فهمتيني. وزابق له هذا الشيء وقع له مع خا ماشي هذا يمكن كيعمل مخده ولا مريض مرض نفساني نعسك بالحق. ها حنا في الاول ما كاين لا صداع لا والو بحال اللي تقول ما كاين ديك الشيء دغيا وقع فهمتي. سته وجود دقايق وقع جوج ديال المشاكل بين يماه وبين العائل كان في الدار شي سوء تفاهم خفيف وقع بين الوالده ديالو هادي هزوا الى الكاس مسكين ضرب فهمتي مرات لا بالكاس هي بالجاجه بالكاس ضرب يماه بالكاس خرجت مسكينه تهرب باش تمشي لعند بنها الاخر خرجت مرات بنها هاي مسكينه ضربه بالكاس وقال لي وقع وهذا الله يهدي ما خلق وسلام الشباب ما عندك ما تعمل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.